طبيعه العمل بالنسبه للمواقع الالكترونيه، احنا عارفين انه في الاحداث الكبيره اللي هي زي المظاهرات اللي بيبقى فيها اعداد كبيره وكده، بنكلف، بنعمل حاله استنفار وبنكلف معظم المحررين عندنا والمصورين باعمال ميدانيه. معظم وقته كان مقضيه في الجريده، كان ممكن ان هو ينام في الجريده اكتر ما ينام في البيت، يعني حابب شغل التصوير ديت بطريقه لا تتخيلها. علي مصور صحفي شغال معانا في الفجر. علي ملوش علاقه باي حاجه في السياسه خالص، هو كان نازل يغطي قدام نقابه الصحفيين وانا كنت موجود معاه في اليوم ده. شفنا حاجات غريبه بتحصل، يعني الناس اللي بتحتفل بتخش جوه عادي، احنا جايين نخش قال لك طلع الاي دي بتاعك، طلعنا الاي دي قال لك لا لازم نقابه الصحفيين، فخدت علي وقلت له نمشي من هنا ونتحرك لمكان تاني. انا ساعتها رحت طلعت حرب، لقيت مينا بقل من ساعة بيكلمني بيقول لي علي بيكت قبض عليه. جالي تليفون الساعة 3 من رقم غريب قاله، فبيقول لي انت اخوك اتقبض عليه. قلت له لا الحقيقة انا اخويا ما اتقبضش عليه، اخويا ما نزلش. فراح قافل في وشي السكة. بعديها بشوية تاني انا كنت خمنت ان في حد فعليا من عندنا اتقبض عليه. بعديها بحوالي 10 دقايق رقم غريب برضو تاني بيرن قاله، فاتفاجئت بعلي في التليفون في شبه حالة انهيار يعني. الحقني انا اتقبض عليا، انا اتمسكت دلوقتي. قلت له اتمسكت فين؟ قال لي قدام نقاب صحفيين وانا بغطي الاحداث وكده. بعديها علي تليفونه الرقم اللي كلمني منه فصل. من هنا لهنا فضلنا نتابع اسامي الناس اللي النيابه كانت بتعلن عنها ان هم خلاص تحدد لهم جلسات او كده. فاتفاجئنا ان علي اتحدد له جلسه في نيابه عابدين. يعني اللي انا شفته بعيني اليومين دول من خلال زمايله وتعاطفهم معاه وحبهم ليه، يعني عرفت قد ايه علي حابب الشغل مصور الصحفي. طلعنا ورق من الجورنال تفويض رسمي مختوم وممضي من الجورنال بيثبت ان علي كان متوزع في اليوم ده وان علي على قوتنا، بحيث ان احنا كان في تخميننا ان احنا هنسلم المستند الرسمي للنيابه فهتفرج عنه. فاتفاجئنا النيابه ما استعنتش بالموضوع اصلا. اعتبره واحد من ولادك، اعتبر ان دول انت يا ريس كلمتنا كتير على الشباب، يا ريس كلنا بنحبك. لما تبقى 153 ولا 152 اسره، 152 شاب محطوطين اتقبض عليهم واللي اتحكم عليه بسنتين واللي اتحكم عليه بخمس سنين، شوفوا ورا كل شاب دوت كم اسره. وما ينفعش ان شباب ملهاش ذنب يتدمر مستقبلها. انا ابني عنده امتحان بعد 12 يوم، مش عارف اذا كان هيلحق امتحانه ولا هتروح عليه السنه.